السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة وين وكونكر. اهلا وسهلا بكم من جديد في شرح ايفنت وان بلاير تقريبا، يعني على ما اتذكر الاسم. المهم باختصار يا جماعة، دي ثلاث دوامات، ريد بوكيت ومالتي بلاير وفيشنج. مالناش دعوة بدول، اهم حاجة بدي اهي، شايفين اهي دي، دوس عليها كده كونفورم وهيدخلك على الروم اللذيذة دي. ليه سميت بان بلاير؟ عفوا، ليه سميت بوم بلاير؟ عشان ما فيش غير واحد بس اللي بيخش المابة دي وهو بيلعب بالحظ، يعني مش هيبقى اتنين تلاتة، لا هو كل واحد عايز يخش بيبقى لوحده. طيب اولا الاكونت ده مش اكونت بتاعي يا جماعة، ده اكونت واحد صاحبي محمد امير، فصراحة الراجل قال لي خد جرب عليه. اولا هنا عندك بتاعت التشي، يعني انت مثلا لو انا معاك تشي كام، مثلا معاك 19000 ممكن تلعب بالتشي باي كمية انت عايزها، هو بيحدد لك مثلا اهو هنا 10000 او 1000. وعندك هنا بتاعت السيلفر اللي هي الفلوس، يعني مثلا لو معاك فلوس، انا مفيش اي فلوس، برضه بتحدد من 10 مليون لمليون. بعديها مثلا سبيس، اهو ده اللي احنا نلعب عليها دلوقتي، بس هوريكم طريقه حلوه. وطبعا دي بتاعت اللي هي الرونز، اللي بيزود لك الرونز بتاعك الحجاره. ودي الاستونات طبعا يا جماعه معروفه، دي بتزود لك البروجرس، يعني مثلا لو معاك ستونه بلس 3 بتديك 120 بروجرس او بروجرس، تمام. تقدر تعمل رولت وممكن تكسب لغايه اي كميه انت عايزها، يعني مثلا انت معاك 900 بروجرس او 950 مثلا، يديك ستون بلس 5، يديك 4 ستون بلس 3، هكذا. ده ستار ستون طبعا بتاع البرفكشن. طيب انا بقى دلوقتي جت لي فكره حلوه. اولا انا الراجل معمل لك اللي اسمه مالتي بلاير ده، اعمل لك حاجه اسمها ايه، تتدرب. شوف اولا انا هقول لكم فكره حلوه، جات لك هنا واحد واثنين تجرب تاني معاه، اهم حاجه لغايه ما يجي لك الصفر عموما. طيب هي اصلا هيجي لك بالحظ، هي الفكره كلها تمام، نسبه الحظ شغاله، المفروض بقى تعرف شويه. اولا ده تجريبي يا جماعه، ده تجريبي تجريبي تجريبي، ده بيوريك الايه شكل الرولت. طيب هندوس هنا مثلا هنتبرع ب 1000، نجرب دلوقتي حظنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هوبا بقى يلا بيت 1200 سبيس. طيب نجرب تاني، بقت صفر، دي اسبل حاجة. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنلف لفة كده هنا تاني، جرب جابت برضو صفر تاني، يبقى هنعمل ايه بقى؟ هنعمل هنا صفر تاني، تمام. ندوس بقى 3000، شوفوا كده ايه اللي هيحصل دلوقتي، بقت 1500 زيادة، تمام. بعد كده هندوس على هات كل اللي انا لعبت بيه. وكده يا جماعه زي ما قلت لكم الفكره، طبعا عشان انا كنت بس بكح فالكحه زادت عليا فاضطريت ان اقطع الفيديو. زي ما قلت لكم كده الفكره يا جماعه هي خلصت، زي ما قلت لكم سيرفر وادي الستون وادي الكلام ده كله. طيب ادي الفكره يا جماعه خلصت، يا رب يكون عجبكم الشرح، وان شاء الله ان شاء الله انا تقريبا ما يعني فاهمين ازاي انا مشرحتوش لسبب معين، كنت فكرة تبع البوكر صراحة، مش عارف برضه اذا كان ده تبع البوكر ولا لا، برضه يعني ما اعرفش، بس هو تبع البوكر لانه هنا بيديك كوينات، والكوينات دي بتبدلها من هنا، بتبدلها بحاجات من هنا. لا هنا عفوا، الشوب فين يا ربي؟ لا الشوب ده، الشوب ده اهو، لا تقريبا ده لوحده يا جماعة، الحمد لله ده لوحده، ده لوحده، ده وان بلاير وده ايفنت بوكر تاني غيره، الحمد لله يعني مش عارف الان برضه. المهم يا جماعة كده الشرح انتهى، ويا رب يكون عجبكم. بتخش تاني هنا من مالتي بلاير هنا وتدوس على كونفيرم زي ما وريتكم، والطريقة طبعا دي بالحظ 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 يا جماعة، مفيهاش أي ثغرات مفيهاش أي ثغرات. ويا جدعان يا جدعان أنا بقول لكم في الفيديو ده، أرجوكم تفاعلوا، زودوا التفاعل في الجروب، حرام 71000 71000 يا جماعة، ومحدش بيتفاعل غير فين وفين، يعني 100 لايك في كل بوست ده مش حلو خالص، مش حلو خالص. زي ما أنا بساعدكم أو أحاول أساعدكم بأي طريقة، أنتوا كمان ساعدوني، ساعدوني إن احنا نبقى أكبر كوميونتي في اللعبه او اكبر مجتمع لكونكر. احنا حاليا اي نعم اكبر لعبه او اكبر جروب وكوميونتي كبيره جدا لكونكر على الديسكورد او على التويتر انستجرام او على الفيسبوك صفحه البيج بتاعتنا او جروب ايا يكن، فانتوا ساعدونا. هنا مثلا ممكن نلعب بالتشي، نحط مثلا هنا 10000 تشي، تمام. حطيت 1000، لا عايزين ايه، يا نهار ابيض اخدت 2000، شكرا. النسبة دي عالية، كانت لو عملتها ب10000 كانت هتزود معايا جامد. بقيت 12000،
فطبعا زي ما قلت لكم يا جماعه، انتوا تجربوا بالحظ وبالراحه، مش تضربوا كميات كبيره زي ما انا بلعب ب 5000 سي اس ولا ب 10000 تشي او ده كل اكونت تجربه. انا قايل لمحمد امير انا صاحب الاكونت، انا بس هجرب، هو اكونت نوب وقال لي مفيش اي مشاكل، تجرب زي ما انت عايز زي ما انت شايفين. اللقاء في مزيد من الشرحات القادمه ان شاء الله، يا رب يكون الشرح عجبكم باذن الله. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك والكومنت للتشجيع لينا يا اخوانا، عايزين نوصل 10000 سبسكرايب او مشترك يعني على اليوتيوب، وعايزين نوصل ل 100000 على الجروب يا اخوانا. تفاعلوا 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 عشان لو في اي حاجه جديده نزلت انا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هحاول اشرحها على قد ما اقدر. الى اللقاء.